السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم، ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو أعزائي المشاهدين فلنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأخيرا عودة النجم الجزائري هذا الأسبوع وخاصة يوم الأحد، حيث تتوجه الأمور للانفراج الدولي الجزائري رياض محرز داخل صفوف ناديه مانشستر سيتي، وهذا أعزائي المشاهدين بعد أسابيع طويلة من المعاناة المستمرة داخل سكاي بلوز. وحيث أشارت أعزائي المشاهدين تقارير إعلامية بريطانية بأن صاحب المراوغات السحرية سينال فرصته وأخيرا هذا الأسبوع في نهائي كأس إنجلترا أمام نادي تشيلسي، وسيكون الجراح الطائر مطالبا بإظهار مؤهلاته هذه المرة للحصول كذلك على ثقة مدربه بيب غوارديولا الذي فقد كل الثقة في النجم الجزائري رياض محرز بعد بقائه خارج الخدمة لفترة طويلة. طبعا منذ دخول العام الحالي 2019 ورياض محرز ولم يلعب إلا مباراة واحدة ضد نيوبورت كاونتي، حيث أبهر الجميع بذلك الهدف، حيث قال الجميع الصحافة الإنجليزية أن بيب غوارديولا كان مخطئا جدا في تهميش النجم الجزائري رياض محرز. ويشار بأن ابن صرصال تعود على البروز في منافسة الكأس منذ وصوله لصفوف مانشستر سيتي الصيف الماضي وبشكل لافت للأنظار. لقد شاهدنا رياض محرز منذ انتقاله لمانشستر سيتي بدأ يأخذ الأضواء كلها على اللاعبين المحليين في مانشستر سيتي الذين كانوا يلعبون مع النادي، وطبعا هو جاء في الأخير وأخذ النجومية منهم، وهذا ما سبب أعزائي المشاهدين سبب تهميش رياض محرز، لأن كل من يوريساني و فرناندينيو وأيضا ستيرلينج بدأوا يخافون على مناصبهم في التشكيلة الرئيسية والأساسية في مانشستر سيتي. وطبعا كل الغيرة والحقد على رياض محرز، حيث أصبح يرى بيب غوارديولا أن الجميع لا يمررون له، لذا أبقاه في دكة البدلاء وكان يعتمد عليه أعزائي المشاهدين في المباريات الصغيرة فقط التي لا تهم أعزائي المشاهدين. وطبعا نتمنى من رياض محرز أن يلعب هذا الأحد كلاعب أساسي، ونتمنى أيضا أن هو أن يرفع هذا الكأس المنتظر منذ مدة طويلة. وأعزائي المشاهدين نتمنى أيضا من رياض محرز العطاء والتألق ضد نادي تشيلسي، ونتمنى أيضا أن يسجل ولو هدفا واحد أو بعض التمريرات أو بعض اللقطات السحرية. طبعا رياض محرز معروف بالفنيات والتمريرات الحاسمة وكذا وكذا، طبعا نتمنى له كل التألق أعزائي المشاهدين في هذه المباراة المنتظرة. وهنا أعزائي المشاهدين ينتهي هذا الفيديو، ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم.